بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي. السلام عليكم يا شيخ عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات. والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على خدمتهم. آمين. جزاكم الله خير الجزاء، وأذكركم بجوال البرنامج للتواصل عبر الواتساب وعبر الرسائل النصية فقط 0501785536. على بركة الله معالي الشيخ عبد الله، هذا أحد الإخوة يطلب منكم تفسير قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الآيات: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا شرك محبة مع شرك أعمال أخرى. الأنداد يا إخواني الأصنام والمعبودات، يعبدون غير الله. يعني فيه بعض الناس الآن، نسأل الله العافية والسلامة، تجد أنهم يخافون من الولي ويحبون الولي الميت اللي في قبره أشد حبا من الله، ويخافونه أشد خوفا من خوفهم من الله. وهذا يا إخواني يقعون في شرك الخوف وفي شرك المحبة. ومن الناس، أي طائفة من الناس، من يتخذ من دون الله أندادا، شركاء يصرفون لهم شيئا من العبادة، ومنها عبادة المحبة، يحبونهم كحب الله، يحبونهم مثل حب الله، وربما يحبونهم أكثر حبا من الله. لكن الله تعالى لا يقبل الشرك. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ثم قال الله تعالى: ولو يرى الذين ظلموا، يعني أشركوا، لأن الظلم نوعان، الظلم الأكبر هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يوم القيامة، إذ يرون النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. عندما يرون ذلك بأبصارهم عيانا يعلمون أن شركاءهم الذين عبدوا من دون الله لا يستطيعون شيئا، وأنهم اغتروا بهم. وهنا تأتي الآيات اللي دائما يعرضها الله: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأ الأسياد من هؤلاء العبيد. وفي الآيات الأخرى: الذين استكبروا، إذ قول الضعفاء للذين استكبروا. وهذه هي إخواني المجادلات تكون يوم القيامة إذا اتضح الأمر وبانت الحقيقة. إذ يرون العذاب
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. يقولون إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ يقول لا لا ما نغني عنكم ولا أنفسنا. قال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. والآية الأخرى لو هدانا الله لهديناكم. فيا أحبابي بارك الله فيكم، هذه المحاكاة التي يجريها الله تعالى يوم القيامة ينقلها لنا قبل أن نراها حقيقة. فيجب علينا يا إخواني أن نخلص العبادة لله وأن نعلم يوم القيامة أنه لا ينفع أحد إلا الله، اللي يأتي مع الله ينتفع، وإن الذين يأتون مع غير الله هؤلاء يا إخواني لا يجدونهم، لا يجدون هؤلاء الشركاء يوم القيامة. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر حفظكم الله، يسأل يا شيخ عبد الله يقول ما هي أنواع التوحيد؟ التوحيد يا إخواني أنواعه ثلاثة، هذا المشهور، وفي تقسيم نوعين في تقسيم ثلاثة، لكن نحدث الناس بما يعرفون، وهو توحيد الربوبية، يوحد الإنسان ربه في أفعال الرب، في أفعال الرب يعتقد بأن الله هو الخالق الرازق المدبر مالك الملك الذي ينفع والذي يضر، هذا توحيد الله بأفعاله، هذا توحيد الربوبية. نعم. وهذا أغلب البشر يؤمنون به إلا الملاحدة، الملاحدة واللادينيين هم الذين لا يؤمنون بهذا. عندنا النوع الثاني توحيد الألوهية، وهذا التوحيد هو الذي جرت فيه المعارك بين الرسل وأقوامهم، يقولون لهم قولوا لا إله إلا الله، يقولون لا، أئنا لتاركوا آلهتنا للشاعر المجنون. الله يقول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقول الله في الآية الثانية إذا قيل لهم لا إله إلا الله قال امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فهم يا أحبابي ينكرون توحيد الألوهية إنكارا تاما عند المشركين. وفي عندنا بعض الطوائف من المسلمين يعتقدون بلا إله إلا الله ويؤمنون بها ويقولونها في اليوم مئات المرات، ولكنهم لا يعملون بمقتضاها ولا يفهمون معناها، فيقولون يا لا إله إلا الله ثم يقول مدد يا فلان، مدد زوجتي تعبانة اشفيها، مدد لا تخلينا، اشفع لنا، اعمل لنا كذا، نتوسل بك، نتوسل بك إلى الله، أنتم شفعاؤنا عند الله. هذا يا إخواني أيضا شرك وقع فيه المشركون لما ذكر الله عنهم، قال ما نعبدهم إلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم يقولون نحن نعبد الله بس هؤلاء يقربون يشفعون لنا واسطة عند الله. ما يجوز يا إخواني، رب العالمين لا يحتاج واسطة، رب العالمين يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني، وقالوا أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، بس ادع واحد إله واحد لا تدعوا غير الله. فيا أحبابي بارك الله فيكم، لا يجوز للمسلم أن يدعو الله ويدعو معه غيره، لا يجوز، ادعوا الله وحده
واطلب المدد من الله وحده، واعرف معنى قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله. هذا أمر مهم يا إخواني، وإذا لم نعرف هذا لم نعرف توحيد الألوهية. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وذلك أن نؤمن بأسماء الله وصفاته كما وردت في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، لأن التشبيه والتمثيل شرك في توحيد الأسماء والصفات، والتعطيل نسأل الله تعالى تجريد العافية تجريد الله تعالى من صفات الكمال ونعوت الجلال. نعم، آمين. جزاك الله خير يا شيخ عبد الله، بارك الله فيكم. نتوقف أيها الأخوة مع هذا الفاصل، ثم نعود بإذن الله تعالى بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، ونحييكم ونحيي ضيفنا الشيخ عبد الله بن محمد المطلق. شيخ عبد الله، هذا يسأل حفظكم الله عن شرح حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح فيه خصلتان من خصال الجاهلية تبقيان مع الناس، الشيطان يجعلهما بضاعته يسوقها في كل عصر. هذه الخصلتان هي في الناس كفر، ولكن ليس الكفر الأكبر، لأن العلماء يقولون: الكفر كفران، والفسق فسقان، والظلم ظلمان، والشرك شركان. الشرك شرك أكبر وشرك أصغر، والظلم ظلم أكبر وهو الشرك، كما قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وظلم أصغر وهو ظلم الناس، مثل ظلم الرجل لزوجته ولجيرانه ونحو ذلك. والفسق أيضا فسقان، فسق عمل المعاصي، والفسق الذي هو الشرك. والكفر أيضا كفران، كفر أكبر هو الذي يخرج من الملة، وكفر أصغر في هذه الأعمال التي نسأل الله تعالى أن يعصمنا منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب. ما منع الطعن في النسب؟ الطعن في النسب يا إخواني هو التنقص في أنساب الآخرين، لكن هذا خلق من لا يعني يلتزم منهج الله، ومن لا يقدر إخوانه في الوطنية والقرب وتحمل العباء أننا كجسد واحد. فنحن بس نريد أن نمثل بعض الناس الآن مهمته الطعن، سواء في الأنساب الحقيقية أو في المواطن أو في الوظائف وهكذا يا إخوان. الطعن في النسب، والثاني النياحة على الميت، رفع الصوت بعد الموت على الميت والبكاء عليه بصوت مرتفع. وكان هذه الخصلة خصلة جاهلية لها منزلة، يوصي بعض الناس بعض بها. فطرف ابن العبد يقول لأخته: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. طرف ما تزوج يقول: لا مت دونس، لا تخليني أخوت، شقي عليه الجيب وصايحي. وكان الناس في القديم يعني النساء في الحي يسمون النياحة الإسعاد، فإذا جرى عند امرأة مات قريبها راح جارتها يبسن عندها، علشان إذا
مات واحدة عند جارات، يجي يبتسم عندها إن فلانة أسعدتني مثل ما قالت أم عطية وأنا بروح أسعدها، يعني أرد عليها أنيح معها. ثم إن الله تعالى حرم هذا العمل وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النياحة من كبائر الذنوب، وبين أن النائحة يوم القيامة تأتي عليها وعليها سربال من القطران، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ عبد الله وبارك الله فيكم. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا يقول حفظكم الله: أوصانا والدنا رحمه الله بالحج عنه، فقام أخونا الأكبر بالحج عنه، فهل تسقط الوصية عن أولاده الباقين أم يجب على كل واحد منا أن يحج عنه؟ أولا لا يجب الحج إلا مرة واحدة. نعم. ووالدكم يعني إذا حج مرة واحدة سقط عنه وجوب الحج. والغريب أنه قد سألني واحد من أهل مكة عن هذا السؤال. نعم. فقلت له: كم حج أبوك؟ قال: أكثر من 50 حجة. قلت: وش بعد يبيك؟ وسع المسلمين. فنسأل أول شيء، نقول إذا كان أوصى أن يحج عنه تكفي حجة واحدة، وإذا قال كل واحد من عيالي يحج عني فهو قد طلب من كل واحد من أولاده أن يحج عنه. لكن يا أحبابي، إذا كان الحج سيكلف نقود والله العظيم دفعها في المشاريع الخيرية، إما في تحفيظ القرآن أو في أجرة سكن الأيتام والفقراء أو في علاج الفقراء أو في المعاقين أو غير ذلك، يا إخواني من جمعيات الخير التي النفقة فيها تعود بنفع عام، هذا كله يا أحبابي أفضل من الحج. الرجل الآن قد حج والحمد لله وانتهى فرضه، وما يمكن حج أيضا نوافل، فيجعل المال في شيء ينفع. يجي واحد من الإخوان يقول: بس هذه إرادة الوالد، الوالد يبي الحج. نقول له: يا أخي تعال، لو أن والدك الله يغفر له قال لك: اشتري لي خروف بربري أحطه في الثلاجة، ورحت وشريت نعيمي أو نجدي أو حري وذبحته وجيت حطيته في ثلاجة أبوك، ألست مخالف أن الوالد ظاهرا لكن باطنا أنت محسن لي؟ النجدي والنعيمي والحري أحسن من البربري، أكثر لحم وأطرى لحم. لو قال لك واحد أبوك: يا وليدي اشتري لي بشت أروح أصلي فيه الجمعة من أبو 150، قلت أنت: لا والله ما يلبس أبوي بشت من ذا التقليد ب 150، رحت وشريت لابوك بشت ب 5000 ريال، انت خالفته في الظاهر لكن احسنت اليه في الباطن يا اخواني. فالانسان اذا علم ان تنفيذ وصيه والده انها اقل اجر مما لو غير الوصيه، يغير ووالده الان في الدار الاخره هو بحاجه الى الاجر أكثر منه حاجة إلى الحج. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا يا شيخ بارك الله فيكم، هل ينطبق ذلك على من وصى بأضحية؟ هل يشمل مثلا الأولاد جميعا أم فقط أضحية واحدة؟ هو إذا كان قال كل واحد يضحي لي فهو أوصاهم، وإذا قال لا تخلوني من أضحية ضحوا عني تكفي أضحية واحدة. لكن أيضا نقول فيها مثل ما قلنا في الحج، وأعجبني والله شاب يا أخي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شاب من أهل الطائف، والده أوصاه قال له: شف كل سنة اذبح لي أضحية لا تقل عن 100,200 ولا تزيد يا ولدي عن 1800. فيقول الابن هذا: أنا فكرت وجدت ان في الندوة العالمية للشباب الإسلامي
احفر بئر خارج المملكة بألف أو 1200 يشربون منها الناس 10 سنين، وهالأضحية دي إذا ذبحتها أجلس لي 5 أيام ولا عاد أحصل منها ولا عظم، وما أكلينها ناس شبعانين. قال فبدأت كل سنة أحفر له بئر وأجهزها ب1200 ريال. قال حتى الآن عند والدي قرابة 7 أبيار، في كل قرية حاط لولدي اللي أبوي بئر يشربون منها هالناس. هي إخواني ترى الواحد يفكر من أجل أن ينفع نفسه وينفع أبوه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ عبد الله. هذا يسألكم، يسأل عن صحة هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم، رواه ابن ماجة. وهل البشاشة من صفات الله تعالى؟ أولا يا إخواني، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني. إذن الحديث صحيح. البشبشة يا إخواني هي إظهار الفرح. تعرف الناس لجاهم الغايب يفرحون ويبشون، فالبشبشة والبشاشة تدل على الفرح. وصفة البشبشة تحدث عنها شيخ الإسلام بن تيمية، وهي صفة كمال ثبتت بالحديث الصحيح، وهي مثل صفة الفرح. رب العالمين يفرح بتوبة عبده ويرضى، فهذه الصفات الثابتة بالأحاديث الصحيحة نؤمن بها ونعرف معناها، لكننا لا نتحدث عن كيفيتها. مرة نقف عند الكيفية، مثل ما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. كيف لا ندري كيف يفرح رب العالمين؟ نعلم أنه يفرح ونعلم أنه يبش، ولكننا لا نكيف ذلك. لماذا لا نكيف؟ لأن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول: ولم يكن له كفوا أحد، ويقول: هل تعلم له سميا، ويقول: فلا تضربوا لله الأمثال. فنحن نعرف معنى البشاشة والبشبشة، وأنها تدل على إظهار السرور والفرح، ولكننا لا نتحدث عن كيفيتها. نؤمن بها ونعرف معناها ولا نتحدث عن كيفيتها. نعم أحسن الله لكم يا شيخ عبد الله، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. جزاك الله خير يا شيخ عبد الله وبارك الله فيك في ختام هذه الحلقة معكم. وفقك الله وسددك ونفع بك وإخوانك القائمين على هذا البرنامج. والله تعالى نسأل أن يجعل ما قدمتموه ثقيلا في ميزان أعمالكم يوم القيامة، ونسأل الله تعالى لجنودنا المرابطين على الحدود أن الله تعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويصلح ذراريهم ونساءهم ويعجل لهم من النصر ما وعدهم. ونسأل الله تعالى لإخواننا المرابطين في معاقل وزارة الصحة أن الله يحفظهم بحفظه. اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم من هذا الوباء، واحفظ ذراريهم ونساءهم وجيرانهم ومن يتصلون بهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ابق بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع الوباء عنا وعن الأرض، عن جميع الأرض، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ لنا أمننا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين،
ويسر لهم أمورهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرارينا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي. جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.